شنو صفات فارس أحلامك؟ صفات معينة. أنا أؤمن أن الارتباط والزواج يكون نصيب. Thank you.
في البداية نرحب فيكم ونقول أهلا وسهلا فيكم معنا في سهرتنا الليلة، ورحب أيضا بالفنانة نوال، الفنانة الحاضرة رغم غيابها، حاضرة بقلوبنا بأسماعنا بأغانيها المميزة. نوال حياك الله معنا، وسعداء جدا بوجودك معنا الليلة. الله يحييك، تسلم، مشكور على المقدمة الحلوة. نوال، احنا متفقين اليوم حوارنا يكون كله أغاني، غنيتي لنا من جديدك، بس عندي طلب، أتمنى ما ترديني. آمر. من فترة ما يمر على تعد، ومن فترة سمعت أنك تحبين تغنين للفنان الراحل عبد الله فضالة. نعم. يا ريت نسمع شيء حق عبد الله فضالة منك الليلة. إيه نسمع، ليش لا؟ نسمع طال هجر الحبايب. طال هجر الحبايب. وين ودك تغنينها، هني ولا تروحين الموقع الثاني اللي خلانا يا مخرجنا علي الريس؟ اتروالي الثاني أحلها. الثاني. حقيقة رائع، الله يسلمك، شيء جميل. ويبدو نوال، ألاحظ أنك تدربت على الأغنية أو ماخذة على الأغنية، يعني أنت والفرقة الموسيقية. أنا الأغنية طبعا حافظتها. نعم. بس بالنسبة للفرقة الدكتور بندر ما قصر، يعني هو اختار لي الشباب اللي كانوا معي يعطيهم العافية، وسوينا بروفة. طبعا الشباب كلهم يدرسون بالمعهد. نعم.
وسوينا البروفا واشرف على البروفا الاستاذ بندر بعد. فالحمد لله عشان كذي كانت بصوره حلوه يعني. على فكره نوال، ما في تعاون راح يجمعك مع الدكتور بندر عبيت في المستقبل؟ والله الى الان لا، بس تونا من قريب سوينا لحن حق سمو ولي العهد. جميل. وكان دوتو بيني وبين عبد الله رويشد، كان الحان بندر عبيد. جميل جدا. ايضا نوال، ما ارجع مره ثانيه حق اغنيه عبد الله فضاله، ما تفكرين تنزلينها في شريط وفي البومك القادم؟ والله مو مفكره، بس ليش لا يعني. عبد الله فضاله من مطربين القدم. نعم. ومن الاصوات الجميله اللي لها لون ولها اداء وطابع مميز يعني. انا بالنسبه لي يعني، انا اتكلم عن رايي، ما ادري ليش لا يعني، بالعكس شيء حلو يعني. اذا نتمنى نوال ان نسمع هالاغنيه في البوم قادم للفنانه نوال. ايضا انتقل نوال، طال هجر الحبايب، ليش الناس في وقتنا الحالي كل يعني غالب عليهم الطابع الحزيني؟ ما ادري. كل واحد يتروالي الشيء اللي شده يعني. هي نصوص وتعرض علينا، اذا كنت انا او غيري تعرض عليك، يعرض عليك كذا نص. نعم. وكذا فكره. بس هو نفس يعني الفنان شنو يحب، شنو اللي يشده، شنو اللي يحس له، يحس ان هذا قريب اكثر له. فاكيد يتم الاختيار عن هالطريق. وانت وين تلقين نفسك؟ او شنو القريب؟ الفرايحي ولا الحزايني؟ لا انا عاد معروف عني اني انا دائما اميل حق هذه الالوان، تشدني يعني، اللي هي الحزينه. الحزينه ايش معنى؟ ما ادري، يمكن عشان صوتي فيه نبره حزن شوي، احس انه يعني يمكن هذه الالوان تمشي مع لوني، لون صوتي اكثر يعني. جميل. بس انا احسها اكثر يعني لي تغنيها، ما ادري ليش. تحسين بالحزين اكثر؟ ايه. الآن الحين بطلب منك طلب ثاني، ودنا نعكس نسمع منك شيء فرايحي. شيء فرايحي نسمع. نسمع تدري. نسمع. لو صوتك يغيب عني صدقني يضيق صدري. لو صوتك يغيب عني صدقني يضيق صدري. تدري صوتك يغيب عني.
اسمحوا لي بقطع عليكم الدندنة. اسمع تقاسيم سيرة الحب. حياك الله. غنين سيرة الحب. ونحن مسلطنين بس حياك الله. ما عليه سامحني. نوال تبي تغنين سيرة الحب؟ إن شاء الله. إيش معنى اخترتي سيرة الحب؟ أحبها من الأغاني القريبة لنفسي وأكررها أنا دائما يعني حافظتها وأحبها. على فكرة سيرة الحب أغنية طبعا غنتها الست أم كلثوم في سنة اللي أو في السنة بالضبط اللي انولدت فيها الفنانة نوال. ماني قايل إيش معناها شنو هالسنة لكن. لا عادي أنا معلنة كم مرة يعني. لكن نوال فعلا أنت تدربين صوتك على هالأغاني هذه بالذات. والله فعلا أدرب صوتي على أغاني أم كلثوم بس دائما أدرب صوتي على أغاني أنا ماني حافظتها. أغاني لها قديمة. أغاني لما كانت صغيرة لها أغاني صعبة حتى علي يعني للأمانة. في أغاني صعبة أنا ما أقدر أقولها فأمرن صوتي على الأغاني اللي أنا ما أقدر أقولها عشان أتعلم شيء أنا ما أعرفه. شو الصعوبة يا نوال؟ أدائها تحويلاتها ما بين مقام ومقام أدائها لها أداء مميز طبعا هي مو أنا اللي أشهد لها يعني بس أعتقد أن أغلب الفنانين فيه يعني مجموعة كبيرة من الفنانين تتدرب على أغاني مكلفة. على العموم أنا ما أبي أقاطعك وايد أبي أخليك تسلطنين تردين تسلطنين تفضل قول إذا تبي تقول وأتمنى لك التوفيق. حياك الله. تسلم أبوي. Ooh.
توها حبيبي تبتسم دنياي، توها حبيبي تبتسم دنياي، واحلى الاماني صدقت وياي. جيتك حبيبي معترف بخطاي، صافي النوايا والعذر وياي. نوال اعتقد تدرين ليش انا ربطت فارس احلامي الاغنيه اللي غنيتيها انت في البوم سابق باغنيه جيتك حبيبي اللي غناها محمد عبده. اكيد ادري، ولا كان ما ضحكت. تقولين ولا اقول انا؟ لا، هي فارس احلامي كانت المفروض اغنيها في نص جيتك حبيبي، بس ما الله كتب، يعني صارت ظروف وتغيرت، صارت فارس احلامي. احنا عرفنا انها تغيرت، بس شنو الظروف؟ شنو الظروف؟ بصراحه ما ادري، يعني عشان انا اكون صريحه، يعني المساله صارت بين راشد يوسف ناصر، بس شنو صار بالضبط ما ادري، وهذا حقيقه يعني ان انا ما ادري، بس الحمد لله وفقنا في نص فارس احلامي، يعني هو حلو مو شيء، ووفقنا فيه الحمد لله ولقى نجاح، انما بالفعل كانت هي جيتك حبيبي معترف بخطاي. جميل جدا. نوال ابي عاد انا شويه طلباتي تزيد وانت تسامحيني. يلا ما يخالف، تستاهل. يا ريت نسمع شوي من جيتك حبيبي. إيه باللحن القديم ان شاء الله. اللحن الكلام القديم. بالكلام القديم. جيتك حبيبي حبيبي معترف بخطاي، والهان وشايل وشايل الندم وياي، صوبك خذتني لهفة الخاطر، ما امهلتني انتظر باكر، احكم على ما تشتهي وامر، الامر بيدك سيدي والراي، الامر بيدك سيدي والراي. يا سلام، شو العذوبه، شو الحلاوه يا نوال. انت وينك من زمان عن التلفزيون؟ انا ويني، انا موجوده بس التلفزيون قليل ونادر ما يطلبني، ولا انا يعني موجوده، زائد انه عشان ما احط اللوم كله عليكم، زائد ان انا مرت فتره، مو عليكم عليهم. هذا هو، يعني انت من ضمنهم. نعم. مرت فتره بالفعل انا ما كان عندي شغل، يعني ما اشتغلت فتره طويله. نعم. بس عقب ما رجعت، يعني خلينا نقول عشان ما نزعل التلفزيون، تقصير مني وتقصير من التلفزيون. عموما الاخوان مسؤولين يسمعوننا الحين، وان شاء الله يكون ما في تقصير في المستقبل، وايضا نوال بنت هالبلد وتستاهل. الله يسلمك. طبعا ايضا معلومه لمشاهدينا الكرام، ان اغنيه فارس احلامي كانت مصوره قبل الغزو، ولكن مع دخول الغزو العراقي الغاشم سرق ارشيف التلفزيون، وبالتالي ذهبت هذه الاغنيه مع هذا الارشيف. نوال، شنو صفات فارس احلامك؟ ما عندي صفات معينه، انا اؤمن ان الارتباط والزواج يكون نصيب. توها حبيبي حبيبي تبتسم دنياي، واحلى الاماني لماني صدقت وياي. توها حبيبي حبيبي تبتسم دنياي، واحلى الاماني لماني صدقت ويا. انت حبيبي وفارس احلامي، واللي بعيونه تضحك ايامي. انت حبيبي وفارس احلامي، واللي بعيونه تضحك ايامي. شفتك وشفت الفرحة قدامي، يلي في قربك راحتي ورضاي، يلي في قربك راحتي ورضاي. انا من زمان
أنا من زمان، أنا من زمان تسأل عليك عيني، وفي كل مكان وفي كل مكان وفي كل مكان صوتك ينادي. أنا من زمان، أنا من زمان، أنا من زمان تسأل عليك عيني، وفي كل مكان وفي كل مكان وفي كل مكان صوتك يناديني. ياللي انت بارتك عمري وسنيني، كل ساعة شوقي لك يوديني. ياللي انتظارتك عمري وسنيني، كل ساعة شوقي لك يوديني. ما كنت أنا مصدقة تلاقيني انت حبيبي وفارس أحلامي، واللي بعيونه تضحك ايامي. انت حبيبي وفارس احلامي، واللي بعيونه تضحك ايامي. شفتك وشفت الفرحة قدامي، يلي في قربك راحتي ورضاي، يلي في قربك راحتي ورضاي. نوال، في بداية السهرة اتفقنا على أن تكون عندنا أغنيتين من التراث الكويتي. غنيتي لنا واحدة أمتعتينا فيها حقيقة، اللي طال أجر الحبايب لعبد الله فضالة، وأيضا شو ودك تسمعينا بعد من التراث الكويتي؟ سامرية ثانية يعني؟ سامرية ثانية. نقول سلموا لي على اللي. سلموا لي على اللي، تقولينها هني ولا تقولينها هناك؟ لا هناك، نفس الشيء. أوكي. سلموا لي على I'm not afraid.
نوال، انا اليوم ما سالت وايد، شافتني ماكو اسئله وايد، بس عندي ثلاث اسئله او ثلاث حكم قالوها فلاسفه ابيك انت تردين عليها. اوكي. يقول الفيلسوف الروماني سينيكا: رايك في نفسك اهم من راي الناس فيك. هذه حكمه قالها الفيلسوف. نوال، ايش رايك في نفسك؟ أنا الحمد لله راضية عن نفسي. نعم، كل الرضا؟ مو كل الرضا، بس راضية عن نفسي، يعني راضية عن نفسي أكثر مما أكون مو راضية عن نفسي. نعم، يعني تعتقدين أن الإنسان إذا وصل مرحلة مثل هذه المرحلة أنه يكون راضي عن نفسه ما يتطلع للأفضل دائما؟ أكيد طبعاً. أنا أتكلم راضي عن نفسي كنفسي أنا، يعني أنا شاملة في كل شيء مو بس في مجالي الفني. نعم. إنزين، يقول جان جاك روسو، يقول: الصبر مر لكن ثمرة الصبر حلوة. أكيد. شنو أمر شيء واجهك في حياتك؟ اني انا وقفت 4.5 سنين الى 5 سنين بدون ما اغني. كان مر امر شيء في حياتي؟ بالفعل كانت كسره جدا صعبه لي، ويعني هذه الفتره خلتني اكثر، يعني اكثر احب فني، اكثر اتمسك في فني. شو اللي خلاك توقفي؟ هي ظروف وعدت الحمد لله. الحمد لله. ترى ما قمت تجاوبيني، قلت لك باختصار بس وايد قمت تختصرين. نوال ايضا يقول: فيردي، الموسيقى كالحب، ينبغي ان يكون المرء فيها صريح. الى اي مدى او لاي درجه ما تجاملين في اعمالك؟ لا، عشان اكون صريحه، كنت اجامل. كنت اجامل اي، بس ما تتسمى يعني مو وايد، خفيف، بس كنت اجامل عشان يعني اكون صريحه. نعم. انما الان لا. زين، ليش كنت تجاملين؟ ما ادري، لا تسالني ليش، هذه كنت يعني. انما الان لا. ما طيب، ليش اخذتي قرار انك ما تجاملين؟ لأنك مثل ما قلت أنت، الموسيقى مثل الحب، لازم الإنسان يكون صادق فيها، يعني لازم أقول شيء أنا حاسته يعني صح 100%، عشان أقول، عشان أتأكد إنه يوصل للناس صح. إنزين، تكونين صريحة وياي هالمرة؟ إي. شو اللي جاملتي فيه؟ لا، هذه ما أقدر أقول. قلتي لي إي؟ قلت إي بس تراجع. يعني دائما تتراجعين؟ في امور معينه الواحد يضطر انه يتراجع، في امور لا، ممكن تاخذ قرار صارم يعني. هم دبلوماسيه. عموما نوال، قبل اختم لقائي فيك وتسمعينا شيء من الاشياء الحلوه اللي ودنا نسمعها منك، ايضا هذا طبعا بوكيه ورد وصلنا، يقول: إلى صاحبة الصوت الدافئ نوال، مع تحياتي هيفاء. وإحنا نشكر طبعا هيفاء على إرسالها البوكيه الجميل هذا، وتستاهل نوال وتستاهل الفرقة الموسيقية. الله يسلمك. وأنا بدوري أشكر الأخت هيفاء، والبوكيه على فكرة وايد ذوق وكلاس، حتى ألوانه وايد حلوة يعني. Thank you.
نوال، باسم مشاهدينا أشكرك على هاللقاء. أتمنى أن ما يكون في قصور من ناحية التلفزيون، وأن يكون في تواصل دائم من خلال الشاشة الصغيرة. إن شاء الله أكيد، وأنا بنت هالتلفزيون، سواء كان في قصور سواء ما كان في قصور، أنا بنت هالتلفزيون، وهذا تلفزيون ديرتي وللأولوية في كل شيء. وبالعكس هذه الساعة المباركة، ومشكورين ما قصرت. بالنهاية أنت بنت الكويت وتستاهلين. الله يسلمك، مشكور. شكرا. Thank you.